هاي الدراري، المهم اليوم غادي نوريكم زعما كيفاش اليومي زعما ديال شي واحد تيقرا في العيون. المهم اول حاجه بعدا خصنا نمشيو نجيبو الخبز والتويشيات باش زعما نقصيو. المهم بقاو معايا. دابا راه الصباح، الصباح دابا انا نوريكم الصباح. الصباح طرام واحد خبز الله يحفظك. الخبز خصنا نمشيو ناخدو الحليب، الليمون كيير، كاع كلشي ساد، كاع الحوان ساد، ها الاول ها الثاني بزاف. ما لقيتش الحليب دونك غادي نطيب البيض هو الاول. اول حاجه هي الزيت، ثاني حاجه البيض. من بعد تنزيدو الخلايا، تنزيدو شوية التحميرة، شوية المليحة، أو المكون السري فرماج حمر. هذا الشي تيطيب، الحانوت حل إخوان. عرفتي هذا والله إلا أحسن أحسن حيب بزاف، هذا شي حاجة الحرب والله إلا الحرب بزاف. ايوا ها هو وجد. يلا تحركوا والمدرسة خصنا لو اس تي، خصنا نتحركوا في بحال هاد الهومبات هادو تتسماو كوار. اوكي فينا سي سي بوتيز غافين تتقرا؟ اه غيكون مرة في هاد الخلع هذا واحد الديربي كاين القراية لا ما نقولش او ما نقولش لا بسكري والحانوت والحانوت جينا عمرنا لعبنا فيه اول ولا ما تضربش المهم الدراري ما تراعي راسك راعوا المشاعر دي اش كاين المخزون المخزون شوف المخزون هذا هو البوليس وهذا هو سطح الشاطو ديال الماء خصني نعرف دابا واش باقي عندي الماء ولا ما بقاش عندي انا رقم 4 شوف واش باقي عندنا الماء ياه باقي عندي الماء نايس رجعت من المدرسة واني الله عاد بلي ما بقاوش عندي فلوس هو دابا خصني نهود دابا للمدينة باش نمشي ندير هذا هو مول الكوبا هذا هو اللي تنعمرو الماء ديال الشاطو اللي شفتو كوير صحت انك جير جاز فلوس وادسنس هذا ال سي واي كيك حتى شي نهار تحرك لي دا
دابا غنعاود لكم واحد البلان. النهار اللي غنجي فيه العين العيون كنت راكب انا في الكوير واحد شويه غادي بحال هكا ويبان لينا واحد الكوير مفرقع ويقول مول الكوير اللي كنا راكبين فيه بوفري فرقع له الكوير. نقولوا ليه زعما علاش تفرقع عليه الكوير؟ قال لينا مسكين خدام بالبوطه. قلنا له انت يا خدام بليسانس يا جوجل؟ لا انا خدام بالبوطه. ضربوها بخرجة. المهم اما قال لي يا راسي خرج بكالا. سيب باجين كاين البصلة كاين الخضره كامله خاص غير الدجاج. المهم دابا غنمشيو نجيبو. ها حنايا جبنا اللي ما كيعرفش راه هذا الكاميو هذا ماء طانطان. هذا هو الماء اللي تنشربو ماشي الماء اللي شتو في الشاطو. انت حباس عليا انا هاد الموسيقى دير ليا شوميشه. دونك غيخصونا جوج بصلات جوج بطاطاس كورجيت زواوده او كورس الدجاج. بطاطا و كورجيت نديرو الزيت خرقوم كمون و قرصاص ديال الملح. ايوا شنو قال لي راسي بما يطيب الطاجين تشري لك شي طاكوس، ولكن هذا راه احسن واحد كاين طاكوس تخوي دماغ. درتي لي هذا الصوص ثانية او صافي. شي واعرين هاد الرسمات هادو. عرفتي صافي مشيت فيها انا راه واقيلا تحرق لي الطاجين. دابا نعرفو واش غادي واش تحرق ولا ما تحرقش. احنا دابا نعرفو واش طاب ولا ما طابش. البلاصه اللي فين بدينا هذا الفيديو هذا غادي تسالي فيه. المهم نتمنى انكم استمتعتوا وشفتوا اليوميات ديال واحد تيقرا في العيون. انا هكا تندوز النهار ديالي. بغيتكم نتوما تقولوا لي كي تدوزوا النهار. دوزوا بخير.